ينضم إلي في الاستوديو السيد وائل حمد المدير الإقليمي لآي سي إم كابيتال للحديث أكثر عن الأسواق الأوروبية. أهلا بك وائل معنا في استوديو الجلسة الأولى. بداية، هل الأسئلة يعني اللي سألتها هلأ بهذا العرض على الفيديو، هل هناك إفراط في التفاؤل في الأسواق الأوروبية؟ يعني نتكلم عن قمم جديدة، مستويات قياسية تحققها المؤشرات الأوروبية، ولكن هل هناك إفراط في هذا التفاؤل؟ بالفعل نحن عم نشوف بالفترة الأخيرة يعني التفاؤل اللي عم يجي من المنطقة الأوروبية ونابع من يعني زيادة وتيرة توزيع اللقاح بالدرجة الأولى. يعني إذا ما أخذنا أنسة نور البيانات الاقتصادية القادمة من أوروبا، وخاصة يعني مؤخرا نحن شفنا الناتج المحلي الإجمالي هناك في يعني دبل ديب ريسيشن شفنا في المنطقة الأوروبية في الربع الأول، أيضا التضخم ما زال متواضع إذا ما قارناه بالمملكة المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني لا يوجد هناك أساسيات حقيقية إلا من خلال إعادة فتح الاقتصاد. يعني إحنا في الفترة الأولى من العام الحالي كنا عم نتحدث دائما عن يعني جولات إغلاق في ألمانيا، في فرنسا، في وخاصة في غرب وشمال أوروبا، وهي الدول اللي نحن بنعرفها هي كم إلى ثقل في المنطقة الأوروبية، باستثناء طبعا شرق أوروبا ما زال هناك تعاني. أيضا البيانات الأوروبية نحن كمان كمنطقة أوروبا نحن بنشوفها دائما بتتباين بالنسبة للدول، مثل ما عم أقول لك كمان غرب وشمال أوروبا إذا ما أخذنا قارنا في نعم، فبيكون هناك في دائما تباين. ولكن على بشكل عام التفاؤل بالنسبة للجائحة اللي هو أساس مشكلتنا وأساس المشكلة الحالية الآن في الاقتصاد العالمي، هي بوادر إيجابية في زيادة الوتيرة. طيب اللقاح بأوروبا نحن كنا محضرين بعض التشارتس، ولكن لضيق الوقت اختصرنا. هناك مخاوف من أنه التضخم قد تكون وتيرته أسرع مما يعني مما هو متوقع، وبالتالي هناك خوف لدى بعض المستثمرين من أنه يصير في نوع من السخونة في الأسواق وتنعكس على أسعار المستهلكين، وبالتالي هذا قد يؤدي إلى تقليص برنامج شراء الأصول من قبل البنك المركزي الأوروبي، وهذا يعني سيكون محط نقاش في اجتماعهم القابل في يونيو. هذه المخاوف من التضخم هل ستؤثر على نفسية المستثمرين وعلى تعاملاتهم من الآن حتى الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي؟ يعني هلا موضوع التضخم شفناه هو يعني موضوع عالمي، هاي المخاوف عم تكون من الولايات المتحدة الأمريكية حتى بآسيا حتى في أوروبا. يعني هاي المخاوف وحتى عوائد سندات في الفترة الماضية ترجمت هذا الموضوع، وارتفاع عوائد سندات وخاصة الألمانية شفنا كيف كمان توسعت. نعم، فهذا الشيء هذا، ولكن التزام المركزي الأوروبي بوتيرة شراء الأصول في الفترة الحالية يعني خفف هذه المخاوف، وأيضا البنوك المركزية عم تعطي دائما إشارات أنه هي التضخم رح يكون عابر، وأنه هو نوع من التشوه صار في يعني بالاستهلاك ويعني طبيعة الاستهلاك في العالم. ولكن البنوك المركزية متعهدة حتى اللحظة في أن لديها الأدوات في التعامل مع التضخم إذا ما صار إذا ما كان، فهذا الشيء عم يخفف نوعا ما هاي التخوفات عم نشوفها. حتى العوائد السندات الأمريكية يعني شفناها صحيح. كيف تراجعت من مستويات عالية ورجعت للـ 1.64 الفدرالي الأمريكي كمان عم دائما عم يقول نحن رح نتغاضى عن التضخم المرحلي اللي هو رح يكون يعني مرحلي وعابر. شكرا لك وائل حمد المدير الإقليمي لآي سي إم كابيتال على كل هذه التفاصيل. دوما لك.